مساء الخير يا فندم. مساء النور. كيف عمركم؟ هي الحاجات اللي هنا دي كلها كولكشن السنه دي ولا في حاجات قديمه؟ اتفضلي يا فندم اتفضلي. كله طبعا جديد يا فندم، كله جديد، واللي بقى في ايد حضرتك دوت يا فندم بيع منه كتير. حلو قوي. يا بنتي ده شعبي قوي، بعدين مرات في كل حته وبيقول لك كل الناس اشترته. لا صح، عندك حق. لا وحش جدا. طيب ده اللي في ايدك دوت بقى ما نزلش منه في السوق كتير، ولف فيه مش هتلاقي منه اتنين على الاقل. لا حلو قوي بجد، ايه رايك؟ بيقول لك ما فيش منه غير قطعه واحده، يعني هو اصلا عايز يلبسك فيه وهو مش عارف يبيعه اساسا. لا ايه، عايزه الناس تتريق عليكي. طيب خلاص. طيب بص، هو انا ممكن اوريك حاجه؟ توريني حاجه شبهها. وريني يا فندم. ثانيه واحده. ايه ده، بصي صور السفريه فظيعه. لازم تتكرر يا مريم بجد. تتكرر طبعا. انبسطت بطريقه ام حد. والبنانه، بصي صورك بالبنانه عامله ازاي. بص سوري. طيب يا فندم، بص عندي حاجه شبيهه له. طيب ممكن اشوفها؟ حرم. زي مين ده؟ زي حواس. بصي بيعمل حاجات رهيبه. اتفضلي كده يا فندم. دي اقرب حاجه له. حلو قوي. بصي لونه كمان تحفه. طيب قيسي الاول وبعد كده بتصوري. طيب خلاص اتفضلي. بصي هو اللون لطيف، فاهمه؟ هيليق على بشرتي صح؟ انا خدت بالي. بصي طيب هقيسه. بروفا اهي. ايه رايك؟ بصي تحفه وعلى مقاسي بالظبط. لا 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 مش حاسه قوي. عايزين درجه اغنى. فعلا عايزين درجه اغنى. مش حاسه ماشيه مع لون بشرتي خالص نهائي. ده هي دي الدرجه اللي موجوده. طب بصي انا هكلم سندس اخد رايها. اوكي تعالي حالا. يلا. بقول لحضرتك ايه؟ يا فندم. هو انت متاكد ان الموديل ده جديد؟ يا فندم جديد، وبعدين حتى الموديلات القديمه عامه رجعت موضه، بس اللي انت لابساه دوت جديد. ازاي يعني يا صاحبتي هتكذب؟ دي اكبر ديزاينر في مصر. بصي ده حسيت ده وكل ده لو سمحت ممكن. حاضر يا فندم حاضر. لا بصي حاسه مش قوي. لا لا خلاص شكرا شكرا. انت ممكن تفك لنا ده؟ حاضر. لا مش حاسه تايجر واحد. لا 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 خلاص خلاص خليك. لا 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 خليك ما تعبش نفسك. بقول لك هتبص الصندوق يا ريت. خلاص انا تشوفيها اهو. الو سوسو. ايه يا حبيبتي قلبي؟ بصي بصي ده هاتي بس عشان ما نحركش عشان الدهن حلو. لا وفي ده بقى دي ده ليها بس كله عشان تبقى شايفه الالوانات عامله ازاي. ما تخلصونا بقى يا استاذه بقى، يعني استقريتي على ايه يا فندم؟ طب بقى يا سندس هنقفل معاكي دلوقتي. سوري انا اسفه. لا ولا يهمك يا فندم ولا يهمك. انا اسفه. بص انا ممكن اخد اللي بره اللي هو اللون اسود فيه الوان كده شكله حلو قوي يعني. حاضر. ده تقريبا لطيف. هجيبه هجيبه لك انا. ده فوقي عشان ده اكيد هناخده. الفه لك في كيس. وبصي وهعمل لك خصم كويس جدا 30%. هو السعر الاصلي كام؟ قبل الخصم عامل 650 يا فندم. ليه ليه ليه؟ ثواني ثواني معلش يا مريم معلش ثواني. انت عليه كام خصم معلش؟ 30% يا فندم. 30% بس؟ لا معلش انا شفته اونلاين. طبعا انت عارف البلاك فرايداي والوايت فرايداي ده شفته كان عليه 95%. 95%؟ بجد انت سعرك غالي قوي. لا افتكرنا يعني عشان احنا يعني شكلنا مش عارفه ايه فان مش عارفه علينا. أيوة. لا, 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 لا لا احنا عارفين كل حاجه على فكره. لا لا ازاي بقى؟ طب ايه اللي يرضيك يا فندم؟ قولي كلمتك. هو 200 جنيه حلو قوي. نعم ادي له خلاص 450 وخلاص بقى لو عاجبني قوي وشكله حلو. احمدي احمدي بقى احمدي. طيب. ما تبقيش مدلوقه كده. طيب خلاص اوكي. بص انا هقول كلمه حق تمام. الكلمه دي حقانيه وخلاص ومش هتطلع من بقي تاني. اتفضلي يا فندم. هديك 300 بس وكده كده في 100 ده جامد قوي. يا استاذه يا استاذه قررت ايه يا استاذه؟ طيب بص انا ممكن اقيسه علشان اكون يعني مقتنعه 100% خلاص ان هو ده اللي انا اخترته. اتفضلي يا فندم. ها ايه رايك؟ خدي صوريني بقى كده. لطيف جدا ده تحفه. اكيد كده. بصي بصي يا مريم. ايه ده يا مريم؟ صوري الكاميرا العاديه. صوري سناب شات انستغرام بي 612 اي طب حاجه. طب بصي هصورك وبعدين اعمل لها ايديت. اوكي طيب. لا بصي دي مخليها. بصي يعني تحفه قوي. بصي يلا. ما خلاص يا استاذه. على فكره الصربعه دي بجد بتوترني وانا لما بتوتر مش بعرف اختار. فبعد اذنك بالراحه شويه. في ايه؟ مش كده يعني بجد. وريني الصور. ما طولك يا روح. واو حلوين قوي قوي. بص انا هخلي لك كل الناس تيجي تشتري من عندك هنا بجد كل الناس. متشكرين. بصي ارفعيهم ستوري بس انا حالا هحطهم ستوري.
يسترها علينا يا رب، يا رب نخلص. يا أنسة افندم، اشيل لك دول في كيس خلاص واعمل حساب. طيب بص انا هاخد الجاكيت بس. لا ينفعش يا فندم، الطقم كله على بعضه. لا يعني ايه ما ينفعش؟ انا عاجبني الجاكيت بس. لا ما ينفعش يا فندم، لازم كله طقم على بعضه، ما ينفعش اقطع منه قطعه واحده. طيب ممكن ثانيه واحده بقول لك ايه، انا مش حاسه يعني، هو من حوالي دقيقه كان عاجبني قوي بس دلوقتي انا يعني مش حاسه خالص، حاسه مش حلو. بصي يعني انا معاكي جدا تمام، هو من الحاجه اللي تجيبيها وبعدين لمعتها تتصلي بعدها بيوم ولا حاجه. ايوه لا هو بعديها بدقيقه، انا بجد مش حاسه هو يعني لا خلص. لا والوانه بهتانه. انا مش حاسه خالص، مش حباه. طب هقول لك على حاجه، احنا نروح المحل اللي انا قلت لك عليه في الاول ده، انت تخشي تغيري تمام، وانا هخش يعني انا هتصرف معايا يعني بجد يعني عادي مفيش مشكله. ايوه هنمشي على طول يا بنتي. خلاص تعالي نروح نغير على طول. لو سمحت ممكن بس تجيلي ثانيه؟ حاضر يا فندم. تحت امرك يا فندم. انتي من مواصفات ايه؟ ميديم لارج سمول. طب انتوا فاتحين لحد الساعه كام؟ لحد الساعه 12 كده. ده حلو قوي مريم. يا هب انا خلاص خلص. خدي اوكي تمام. طيب يا فندم احنا هنعدي عليك تمام كمان ساعة كده ولا حاجة، هنلف بس في المحلات اللي حواليك كده نجيب كوتشي او حاجة تمام، هنعدي عليك. اوعى تطلعوا عشان احنا نيجي ناخده، بس مش عايزين بس نخلص الفلوس نقرا واحدة تمام. شكرا ليك جدا، معلش تعبناك. مع السلامة يا فندم. شرفتونا. نعم اوكي. ادي الزباين وادي اللي بناخده من قرف الزباين. طب علينا يا رب. اوكي عايز اتصور، اصل صاحبتي وصاحبتي بتقول لي زباين تخنق وزباين تعل وتصوروا حاجه يعني قرف. طب علينا يا رب بقى من الشغلانه المنيله دي. لو سمحت. ايوه يا فندم. عايزه ارجع ده. عايزه ترجعي ده؟ واخده من هنا؟ ده واخده من امتى ده؟ من 3 شهور. نعم.